Holder was blinded by a stray bullet while sitting in class at a UN-run school in Gaza. Filmed over 14 years, this is the story of a Palestinian girl's struggle to build a new life. There is a big hematoma, as you see, starting from here, taking a big mass effect on the brain. Yeah. So, and this is the fracture, yes, of the skull. Here, this is the entrance of the bullet. Yes. The bullet, of course, was extracted, yes, from her brain in the first operation. How's the bleeding now? I mean, is she... Now it is stopped. There is no bleeding. But she's still in a critical situation, of course. Yeah. And what about her organs? Her organs are functioning? Just now we can't judge of her future progress because it is a massive injury to her brain. So we are waiting for time to see what will happen. Yeah. كان علينا عربية احنا ما خفناش، كان طاخ يعني من الحصة الأولى كان طاخ، يا احنا أجت الحصة الثانية، يا هي صارت طاخ بالهبل، كل البنات نزلن تحك تحت البنك، واحنا وياها ما نزلناش، وفي بنت ما نزلناش، في بنت تقول اللي بنزل تحت جبنة. أنا هي حاطة شنطتها هنا وقاعدين، أنا وياها كنا قاعدين. She's very lucky because the bullet lost the high velocity, you know. طب حافظ القرآن يا نهى يا هدى؟ ها تعرف دير الفاتحة؟ ها يلا بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبدين وإياك نستعين من الصراط المستقيم تخبط فيا أقول والله أحد صنع والله سنة سنة أنا يا أختي قديش كنت شاطرة فارفحك قديش كنت شاطرة قديش احكي لي اوصفي لي قديش كنت شاطرة يعني الدنيا الصبح هالبقر صارت الدنيا الصبح يا هدى عارف الساعة قديش يا هدى؟ الساعة 10 هلا 10 إلا 10 يعني 10 الساعة تقريبا الصبح يعني ليه؟ الصبح
الساعة 10 الصبح، الدنيا لسه احنا في أول النهار يعني الصبح الساعة 10. الحمد لله. الحمد لله. بتعرف انك حلويتي؟ انا؟ ها؟ يا هدى؟ كيف يعني؟ ايش كيف يعني؟ انا اي والله انك حلويتي يا هدى على المره الاخيره يعني. بل احط اجيب لها بدله فقالوا لي هذا عروسه. سالوني الناس اللي يشوفها ما يعرفش انها عاجزه عشان عينيها مفتحين وحده اجيب لها بدله عشان تحضرها العروس عمتها. ايش كانوا يحكوا الناس؟ يقول يا بنتك هذه عروس يعني بكره يعني وجهها وجه كبار مش وجه طفولة. بدي اسمع حتعزميني ولا مش حتعزميني؟ بس ما ادري. بعدين بتحكي لماما قولي لها انا مش حتجوز الا غير لما اخذوا الجامعه. هيك تحكي لها اياها. قولي لها ما فيش جيزه وجواز استحاله الا لما اخذوا الجامعه، وبعد ما اخذوا الجامعه حاخذ ماجستير كمان علشان اورجيهم كيف. صح؟ دكتوراه. وده يا وردي ودكتوراه كمان. ودكتوراه كمان، هي بدها تاخذ دكتوراه كمان. عشان ما تجيبش لها سيره الجيزه والجواز هذه بالمره خالص، هذا تاخذ دكتوراه هذا كمان. لو سمحت بدي اسالك على طريق خلينا نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافيه. ألف مبارك. الله يبارك. جبت يعني 70 وسجلت في الجامعة الإسلامية. قبلونا لغة عربية. يا الله كيف كانت الحياة وكيف تحولت.